خلينا ننتقل لزميلنا احمد ابو حماد وضيفه الموجود معه. إلك احمد. نعم كاتي، صباح الخير. صباح الخير حازم، صباح الخير لكل مشاهدينا. بنصب عليكم مرة أخرى وعلى الهواء مباشرة من محافظة الكرك وبالتحديد من منطقة أدر، وهذه المنطقة من أكبر القرى في لواء قصبة الكرك، تقع على بعد 7 كيلومتر شمال شرق المدينة، يبلغ عدد سكانها حوالي 12,000 نسمة، يعمل معظمهم في الزراعة والتجارة وتربية الماشية والوظائف الحكومية، وهي من أقدم القرى في المدينة. يوجد فيها العديد من البقايا الأثرية من آبار ومقابر ومعاصر قديمة، وهي تضرب مثل للتعايش والتسامح والأخوة والتسامح الديني بين سكان هذه المنطقة من المسلمين والمسيحيين. راح يكون معنا الآن العم أبو محمد العميد المتقاعد صايل المعايطة لحتى عرفنا أكثر على هذه المنطقة ومن ربوع الوطن الغالي من محافظة الكرك. بنصب عليك عم أبو محمد ويعطيك ألف عافية. شكرا شكرا شكرا. بلدة أدر مثل ما تفضلت تقع شمال شرق مدينة الكرك، بلدة أثرية قديمة مستمد تاريخها من العصر الروماني وعصور قديمة. على ما قرأت أنا أنه كانت هاي مزدهرة جدا من 1880 لغاية 2000 قبل الميلاد، وكان عدد سكانها أستغرب أنا أنه 6 مليون نسمة، وهي من الشواهد اللي تدل على ذلك أنها بلد زراعي. كثرة المعاصر الموجودة فيها يعني أنها بلد مليئة بالزراعة، وخاصة زراعة الزيتون وكروم العنب، وشواهد على ذلك كثرة المعاصر الموجودة والبقايا الأثرية الموجودة فيها من فخاريات وجد فيها، من عظام قديمة، من قبور، من تراثيات كثيرة. البلد بلد زراعي جدا وقديم جدا. البلد في 1934 كان فيها مركز صحي زائد مدارس تعليمية، ويقوم على التعليم راهبات وأجانب الخوري اللي في الدير اللي تحت دير القايد. هاي طبيعة المنطقة، طبيعة جغرافية، مساحتها حوالي 9 كيلومتر مربع، عدد سكانها مثل ما تفضلت 12,000 نسمة تقريبا. بعيش معظم سكانها على الوظائف الحكومية وأغلبهم في الأجهزة الأمنية، سواء القوات المسلحة زائد الأمن العام والدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني. البلد الثروة الحيوانية هي مصدر معاش لكثير من الناس في هذه البلدة، ويقدر عدد الثروة الحيوانية ما يقارب 100,000 رأس من الأغنام. وتعيش خارج البلد مش داخل البلد، خارج البلد أكثر سكانها بيعتمد على الزراعة والثروة الحيوانية. التجارة يعني جزء بسيط منهم في الأعمال التجارية. جميل. عم محمد، كونك حكيت عن الزراعة والثروة الحيوانية، يعني أكيد هذه المنطقة بتشتهر بأنواع من الزراعات، وكمان يعني بعتقد وجود يعني من حوالينا كمان بين أنه القمح، الشعير، الزيتون. حابين تحكي لنا عن أهم الزراعات اللي بتشتهر في هذه المنطقة؟ البلد تشتهر بالذات بزراعة الحبوب، منها القمح والشعير، زائد القيطان بمختلف أنواعه، حمص، عدس، كرسن، زائد اتجهت الناس في الآونة الأخيرة لزراعة الزيتون. وأنت بتنظر وبتشاهد أنه أغلب السكان عند بيوتهم كلها مليئة بالزيتون، بأشجار الزيتون، ليس اعتماد ذاتي لكن صار في اكتفاء ذاتي في البيوت من الزيت والزيتون، من الزيت والزيتون في هاي البلد. وبعيش فيها بوفرة، وبعيش في على قلة الماء لأنه الأرض فيها صخرية. طبيعتها طبعا في هضاب، في تلال، في وادي، في هاي طبيعة المنطقة. كونك تحكي عن سكانها أيضا، يعني سكانها من المسيحيين والمسلمين. نعم. تعايش ديني، أخوة ومحبة. وقبل ما نطلع على الهواء قلت لي كانوا يعني يعيشوا حياة جميلة. بدي تحكي لي كيف كانوا زمان وكيف لسه مستمرين بهالمحبة إلى الوقت الحاضر. تفضل يا سيدي. كلمة هاي التعايش الديني احنا سمعنا فيها جديد، ولا هاي في هاي البلد احنا ما سمعنا في التعايش الديني قديما بتاتا، لأنه كانت عائلة واحدة.
اغلب المسلمين ما بنعرف احنا مسيحيين او مسلمين، لانه تجانس نسيج اجتماعي مترابط مع بعض البعض، كلها اخوه. احنا في الافراح في الاتراح، يمكن لما يموت الميت من المعايطه يمكن عليه مسيحيات اكثر من المعايطه، وبالعكس المعايطه لما يموت مسيح بيحزنوا عليه اكثر من المسيحيين. فرق حتى اوقات صلواتهم صرنا نعرفها، اوقات الاعياد نعرفها، كنا ترابط نسيج اجتماعي يعني مترابط جدا، يعني نسيج ما في اختلاف الا في الديانه فقط لا غير، ولا في العادات والتقاليد والاخوه والمحبه الصادقه ما في. يعني كنا بيوت اول من بنت البلد بيوت، قبل ما تنبني كانت بيوت شعر عربان، يعني تعيش الناس طلب وتذهب للرعي طلبا للكلاء والماء، تروح مع الاغنام، يكون بيوت المسيحي وبيوت المسلمين مع بعضهم مترابطات الاحبال في بعضنا. فالتعايش واحد، تعايش ما في تعايش عندنا، في عيش مو عيش مشترك، في اخوه وفي محبه وفي صدق وفي تعامل. يعني الآن أنا إذا بدي بحتاج إشي والله بروح على المسيح قبل ما أروح على المعاد أطلبه. كل شكر لك عم محمد على هذه المعلومات الرائعة الجميلة، عرفتنا أكثر على هذه المنطقة من ربوع الوطن الغالي في محافظة الكرك. كل الشكر لك وصباحك سعيد مرة أخرى. هلا يا حبيبي، هلا شكرا. طبعا مشاهدينا زي ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشرة من محافظة الكرك من منطقة أدرح، تعرفنا أكثر مع العم أبو محمد على هذه المنطقة الجميلة الرائعة بكل ما فيها. أيضا نخليكم مع بعض اللقطات الصباحية لهذه المنطقة، صباحكم سعيد مرة أخرى.